Oh. ينقل البخاري عن عبد الله بن عمر 270 حديث ينقل عن أبي هريرة أربعمية وستة وأربعين حديث ينقل عن عائشة ميتين واثنان وأربعين حديث وينقل عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا اللي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها الذي قال فيها النبي أعلمكم علي أقضاكم علي خذوا دينكم من علي تدرون كم حديث ينقل تسعة حديث كم عاش علي مع هذه الأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم عاش ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة ينقل عنا تسعة وعشرين حديث فقط عن خادم النبي أنس ميتين وثمانية وستين حديث وعن علي 29 حديث، هذه هي المرجعيه الدينيه. هذا هو حديث الثقل هذا قول الله تعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. النبي الوحيد فيما نعلم الذي طلب بين جميع الانبياء اجر على رسالته هو خاتم الانبياء. صلى الله عليه وآله اي نبي فيما نعلم ما طلب اجران ما اسالكم عليه من اجر ما سالتكم من اجر شيء واحد وهو الموده في القربى هاي الموده في القربى علي يعيش مع الامه ثلاثين عام بعد وفاه النبي الاعظم صلى الله عليه وآله اكثر من اربعه اعوام كان حاكمه يخطب خطبه واحده من خطب امير المؤمنين صلوات الله عليه كما ينقل بعض المؤرخين من بعد صلاه الصبح الى الظهر خطب الشاعر يقول نهج البلاغه قطره من علمه وين نهج البلاغه في الاذاعات في الصحف هؤلاء يحبون اهل البيت التهميش هذا حب لاهل البيت الغاء اهل البيت اقصائهم عن الحياه ما كفاهم ما صنع الاولون من القتل والظلم والتشريد اقصاء ليش؟ لماذا الحقد على اهل البيت؟ قتل شيعة اهل البيت، القتل على الهوية ليش؟ ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلوا ربوعه، نهج البلاغة يجب ان يكون مفخرة يجب ان يتلى في الاذاعات في الفضائيات، ذلك الاستاذ في جامعة كامبورج الغربية يقول لو علم لو عمل المسلمون بنهج البلاغه لسادوا العالم الوالد رحمه الله ينقل تفصيل القضية في بعض كتب إلغاء نهج البلاغة إلغاء الصحيفة العلوية إلغاء أحاديث الإمام أمير المؤمنين البخاري بنقل ابن حجر في مقدمه فتح الباري ينقل عن الصديقه الكبرى فاطمه صلوات الله عليها حديث واحد